موبات وأسلحة وفطر مضيء، هي 3 إضافات من 50 إضافة رفضها مطورين ماينكرافت. اليوم بنشوف أغرب وأفضل 50 إضافة طلبها لاعبين ماينكرافت لكن تم رفضها. 1. تجميع الموارد. شيء ممل جدا، لكن ليش ما نضيف روبوت كيوت يجمع موارد او آلة قوية تجمع الموارد؟ لكن اشوف الروبوت افضل. الديسبنسر جيد في اطلاق الاسهم لكن بطيء جدا، فنضيف روبوت رشوش يدافع المنطقة مكاني، لكن طبعا نرفض الفكرة. طلب غريب شوية، كروس بو ينضاف فوق زي الوحش الكريه. اوكي جيد انهم رفضوها، بيكون جدا اوبي. صناديق مختلفة مثل هذا الصندوق الغامض اللي تلقاه في الانشن سيتي، بيكون مرة فخم بينصع من الستون ويكون اكبر شوية. مشروم مضيء يقب بيكون حلو، عطوا فرصة بس يكون له بايوم خاص داخل الكوف، وتقدر تستعمله في عمل بوشن جلوينج وتسوي منهم اسهم اللي تاخدها من البيجلين. بركان في ماينكرافت ويكون اقرب لبايوم قادم من نظر من ناحية بلوكات والشكل، او عاصفة قوية وعنيفة تدمر كل شيء ياتي في طريقها، بيعطي حماس جدا لكن بيدمر منزلك بسرعة. الكرافتنج تيبل تلقائية، يب هذه تم الموافقة عليها في احدث اصدار، فهل تتوقعون يوافقون على الباقي في المستقبل؟ اكتبوا التعليقات. زي البيستون واللي اقصى مسافة يدفع 12 بلوكة، وزي شكله في الماضي في 2011 كان شكله زفت، وطلب اللاعبين انه يكون غير محدود مو بس 12 بلوكة لانه قليل جدا. اضافة فويس شات لماينكرافت، بدل ما نستعمل ديسكورد يكون اسهل لو كان الفويس داخل ماينكرافت. اضافة الوان للبوابات، موشنج تقدم سناب شات لبوابات لاكثر من مليون عالم مجنون، وتحتاج بعض الكتب لفتح عالم غريبة جدا، لكن زي مجرد سناب شات تجريبي مو اصدار رسمي. الاماتيست في ماينكرافت شكله حلو ينعمل منه منظار، لكن ليش ما نسوي دروع وادوات منه وتكون قوتها مثلا بين الدايمون والايرون؟ لكن طبعا موجانج رفضت الفكره. فانوس كليكيتو حلو، ولكن ليش ما نخليه يلصق في الجدار مو بس مرمي على الارض او معلق، يكون مثل التوش نقدر نحطه في اماكن اكتر. كيف تكتب هذه الكلمه في ماينكرافت؟ تحتاج الى بلوكات اصغر، وهذه الاضافه ستساعد في عمل كثير من التصميمات المعقده مثل الاساس واشياء عشوائيه. بناء مباني عملاقة شيء متعب جدا، فليش ما نضيف بيلجر بناء يقدر يبني مكاني؟ ولا مو استعباد بندفع له طبعا مقابل انه يسوي اشياء صعبة مقابل الاميرالد، لكن لا الكراوين ما يبنون في ماينكرافت زي قانون القرية. تخيل تروح للورد عشان تاخد اللوت فجأة غصب وتحاول تهرب منه، ولكن تطيح في بلوكة تعيق حركتك. يا ذا انطلب من موجانجو طبعا رفضوا. اشهر موب فوت واللي كان فيه ثلاث موبات افضل من بعض، هما كانوا البليز القوي وازل كير الغريب. المهم اللي فاز كان الفانت، لكن كل اللاعبين طلبوا إعادة هذه الموبات، لكن رد موجانج كان صادم. ماينكرافت أعلنت بشكل رسمي عن نهاية الموب فوت في ماينكرافت لايف 2024. إذا كنت ما تعرف الموب فوت، وهو تصويت تقوم به شركة موجانج مرة في السنة في تحديث الجديد، أي تختار من ثلاثة موبات الصوت الواحد راح ينضاف إلى عالم اللعبة. هذا كان بسبب مشاكل إلى متحبي ماينكرافت وبعض كوميونيتي الخاص بماينكرافت يطالبون من السنة الفارطة إنهم يشيلوا الموب فوت بطريقة نهائية ويضيفوا الموبات بثلاثة زي ما هم في العالم ماينكرافت. فالشركة استمعت إلى آراء اللاعبين ورسميا انتهى الموفوت، ما راح يكون في تحديث ماينكرافت 1.22. تشرح آلة الدستونية عملاقة ومتعبة، بعد ما خلصت فجأة ما اشتغلت ودمرت نفسها، فرجعت تشوف الفيديو لقيت إن الشرح للجافا مش للبيدروك، وهنا تنطلب اللاعب البيدروك قال الريدستون في البيدروك مثل الجافا. البيلجرز في ماينكرافت موطنهم هذا البرج اللعين، والكروين موطنهم والقرية اللي تحتوي على مليون شكل، الصحراء والغابة والسافانا والثلوج واخيرا الفيليجر العادي. ولكن جرب وضع الفيليجر في الغابات والمستنقع، سياتيك انواع اخرين من الفيليجر، وقد يتم اضافه قرى الى هذه البايومات، واخيرا سيصبح القرويين والويتش جيران. هنا ذهب قائد البيلجر الى موجانج وطلب بناء برج لكل بايوم مثل الصحراء وبيومات غيرها وحتى الاند، وطبعا موجانج قالت له اقلب وجهك. التنقيب في الكوف على الموارد بدون تورش شيء صعب جدا، وبدون تورش لو في دايموند مستحيل تشوفه لان المكان مظلم، فليش ما نضيف خوذة العمال ويكون فيها كشاف ينركب ويسهل عملية التنقيب جدا. الاشباح داخل الكوف هم اشباح العمال اللي ماتوا في الماينشافت، فكرة غريبة فما انضافت لانها مرعبة بزيادة. الاندر شيست صغير جدا وما يكفي اي مساحة حرفيا، هو مفيد لكن صغير، فلي ما نضيف لارج اندر شيست يكون اتنين جنب بعض. الكيك في ماينكرافت لطيف جدا وحلو، لكن ليش ما نضيف فطيره حلوه في ماينكرافت مثل فطيره اليقطين؟ شايف هذا الكور اللي هناك؟ يا هذا الكور يبارد ستون واغراض الريدستونيه، من جد بيكون مره مفيد، لكن موجانج رفضت الفكره.
ما رأيك بتمساح في ماينكرافت؟ وجود التمساح في البحيرات أو المستنقع أو بيوم المانجروف بيكون شيء حلو، لكن لو قتلته بتحصل على مادة تصنع منها دروع من جلد التمساح. هذا الكائن مرة كيوت اللي ظهر في أحد مقاطع فليكس. اكتب بالمقطع اللي ظهر في هذا الكائن في التعليقات ونشوف مين يتابع فليكس. مومياء في ماينكرافت وتحديدا في الهرم بيكون شيء أفضل بدلا من مجرد موبز أو زومبي الهاسك القبيح. الدجاج في ماينكرافت موب قديم ولكن جيد، يعني ما في مشاكل. لكن ليه ما نضيف بطة في ماينكرافت؟ البط بيعرف يسبح، يبيض، البط نفسه حلو، يعني ليه ما يضيفوا بط من جد زي شكل البط في أحد المودات شكله. الحياة البحرية في الواقع تحتوي على حيوانات مهمة جدا وأسماك القرش، فليه ما نضيف سمكة قرش ماينكرافت؟ تعطي خطورة اللعبة وتزيد من متعة وصعوبة استكشاف البحر. بيكون مثلا مناطق معينة أو بيومات مثل الديب أوشن، ولكن موجانج رفضت الفكرة لأن اللعبة جزء من لاعبيها أطفال خايفين على قلوب اللاعبين. تبا بص، المحيط ضعيف جدا وسهل قتله. الصعوبة الوحيدة هي الماينر فتيك والغرق، فلازم يتم إضافة بوس يكون قوي مثل بوسات ماينكرافت مثل التنين والواردن والوزر. يكون في وحش أسطوري في المحيط يكون صعب جدا هزيمته، يكون له استعداد كامل مو بس كامبوشن. إضافة جولمز أكثر لماينكرافت مثل الدردستون جولم، ما في غير أيرون جولم وسنو جولم، فالأفضل إنهم يضيفوا جولمز أكثر وأقوى في اللعبة. البطريق أحد الموبات اللي خسروا في الموب فوت اللي راح، رغم إنه كان بيكون إضافة حلوة لبايوم الجليد. بجانب الدب بيكون بينهم صراع دائم. خنزير يمتلك سيفا، هذا الخنزير يمكنه حمايتك وحماية منطقتك من الوحوش، ويمكنه أيضا ارتداء الدروع واستخدام الأدوات وفتح الأبواب. الباك باك أو حقيبة الزهر كانت أحد طلبات اللاعبين. الباك باك أو حقيبة الزهر كانت أحد طلبات اللاعبين وتشبه الشالكر نوعا ما، لكن لا يمكنك ارتدائها. وقريبا فيديو في هذا الشيء اللي ما أتذكر اسمه الصراحة، كلهم ما منهم فائدة، الشالكر أفضل. ما رأيكم بإضافة اليورانيوم كأور في العالم الآن؟ ما أدري إيش بيكون فائدته، بس لو اقتربت من البلوكة بتتسمم. وعاء السمك هذا الشيء الذي نضع فيه السمك، يا معلومة جديدة، بدل ما ينحط بلوكة كاملة يعني الشيمة من أمه فايدة. إضافة سيف أسطوري ومطرقة قوية. بالنسبة للسيف الأسطوري فالأسف تم رفضه، لكن المطرقة تم الموافقة عليها وضافوا الميس في تحديث الأخير 1.21. نظارة خاصة بالرؤية الليلية أسهل من بوش النايت فيجن وتقدر تستعملها أكتر من مرة. عكس الكافتن تيبل، نفترض إنك عملت ستاك أزرار بالغلط تقدر ترجعهم خشب مرة تانية. فوق 4000 شخص صوتوا على إضافة دروع وأدوات من الإمراد، لكن لا فائدة لرفض المطورين. إضافة أنوان للإليترا مثل إضافة أشكال وألوان للشيل طلبوا إضافتها للإليترا. هذه ليست إندر بير بل نزر بير، فكرتها مثل إندر بير أي تذهب لأقرب بوابة، لكن بوابة النزر ما تكون مكسورة أو مفعل. ترير بوجوه الوحوش أو أشكال متنوعة، وهي أيضا إضافة طلبها اللاعبين ومشابه للشيل والإليترا، يكون مزيج بينه بالبنر. وفوق 40000 لاعب صوت على هذه الفكرة، ونعتقد أنها ستتم إضافتها في ماينكرافت 1.22 اللي بنتكلم عنها في الفيديو القادم، فاشترك في القناة. ما رأيكم بإضافة المزيد من الطعام في ماينكرافت مثل الرز ونضيف له السمك ونسوي سوشي في ماينكرافت؟ ما أحب السوشي. وإضافة الذرة الصفراء في ماينكرافت، وكتير طلبوا سلطعون في ماينكرافت ونسوي سلطة برجر. لمن لا يعرف، سلطة برجر من سبونج بوب كان من لحم مستر سلطع نفسه، نعم لتدمير تفنطكم. الشيف بلجر هو بلجر مسالم بيسوي أكل لذيذ وحلو، بيسوي أكل متنوع مثل اللحم والحساء والمرأة وحساء الدياي، ولكن زي يدمر وظيفة الفيلجر الطباخ، فأشوف إضافة ما منها فائدة. هناك الكثير من الكتب داخل هذه المكتبة العملاقة، فما رأيكم بإضافة كتاب لكسر هذه الشجرة العملاقة بضربة واحدة؟ أو مثلاً إضافة تطوير البوت يخليك تقفز قفزة قوية أو أقرب للجامبوس. التين الأحمر شيء مرة غريب واللي تم حذفه من ماينكرافت، وطلب اللاعبين وعودة هذا التنين ويكون موجود في العالم العادي. وإضافة المزيد من التنانين، الهيروبراين وأكثر شيء طلبوه اللاعبين في ماينكرافت أن يعودوا مرة أخرى. لكن لحظة، هل كان موجود من الأساس؟ في هذا الفيديو تكلمت عن حقيقة أشهر وأقدم أسطورة في ماينكرافت، فرح شوفوا لأنه أكيد بيعجبك، وحط لايك وسلام.